بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قبل الشروع في مسألة على من يجب الصيام، نبدأ هذه الحلقة بتسمية رمضان. بعض العلماء قد يكره أن يقال رمضان فقط، وإنما يقال شهر رمضان. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال أن رمضان في الحقيقة اختلف العلماء في معناه، فمنهم من ذهب إلى أن رمضان اسم من أسماء الله، ولذلك كرهوا أن يقال جاءكم رمضان، وهذا في الحقيقة لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم بأن أسماء الله عز وجل الحسنى توقيفية، بمعنى أنه لا بد من آية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا الاسم لله جل وعلا، وليس في الكتاب ولا في السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى أن رمضان اسم من أسماء الله الحسنى. القول الآخر، ذهبوا إلى جواز قول رمضان، واستدلوا بحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاءكم رمضان، إذا جاءكم رمضان. فهناك أحاديث صحيحة كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن رمضان مجردا غير مضاف، بمعنى عبر عنه هكذا بقول جاءكم رمضان، فدل هذا على جواز قول رمضان من دون إضافته بحيث يعني يقال شهر رمضان على الإضافة، فيجوز أن يقال رمضان ويجوز أن يقال شهر رمضان. ورمضان مأخوذ من الرمض، قيل هو شدة العطش والظمأ، وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة من حيث اللغة، قالوا بأنه مقصود به شدة العطش، شدة الظمأ. نعم.